التغيير التدريجي هل هو أصلا فكرة إسلامية؟ هو الأصل فكرة إسلامية، الأصل في التغيير التدريجي فكرة إسلامية. طبعا ليس يقولون هذا التغيير التدريجي كان قبل نزول الوحي، نعم، ولكن لماذا أظهره الله لنا وبينه لنا وكتبته لنا السنة والسيرة؟ لأن ربما يأتي علينا زمان نكون فيه كما كان الصحابة الأوائل مستضعفون، نحتاج للتغيير التدريجي. الصحابة أيام سيدنا أبو بكر وعمر والناس الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم في مكة لا تشربوا الخمر، هل كانوا سيشربونها؟ كانوا لا يشربون. هل لو قال لهم لا تزنوا، لو قال لهم إلى كل هذه التشريعات، لو أقام دولة الإسلام فيما بينه وبينهم في مكة، هل كان يعارضه أحد؟ لا أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا التشريع. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض مع كامل قدرته سبحانه وتعالى في 6 أيام. لما؟ هل كان الله سبحانه وتعالى يحتاج للتغيير؟ حاشا وكلا، عياذا بك اللهم، أبدا لا يحتاج. ولكن ربما يعطينا درس إن احنا لا نحن لو قلنا لو استطعنا الآن أن نقيم الإسلام ولم نقمه فنحن لا شك أننا يعني آثمون عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في الأمر الشخصي، أنا أقول في الأمر الشخصي، أنا الآن لو أستطيع أقيم الإسلام على شخصي وعلى أسرتي وعلى أهلي ولا أقيمه فأنا آثم. لكن عندما ننظر للمجتمع، المجتمع طبقات مختلفة، المجتمع يعني أناس كثيرون لهم أيديولوجيات مختلفة إلى آخر ذلك، منهم من يستجيب بالدعوة بكلمة، ومنهم من لا يستجيب إلا بالزجر والتعنيف، ومنهم من لا يستجيب إلا بقتاله، ومنهم من لا يستجيب نهائيا. هذه سنة كونية من الله سبحانه وتعالى موجودة في الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى متدرجا، بل التشريع نفسه سبحان الله، هناك ما يقال بالسياسة الشرعية في الأحكام، ربنا تعالى ينزل حكم. هل ربنا تعالى يحتاج، يعني عياذا بك اللهم، ربنا يحتاج أن يبين للناس لماذا هذا الحكم؟ لا. ولكن عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما ربنا يقول صوموا، لماذا لا يقول صوموا وانتهت المسألة ونحن نسمع ونطيع؟ لا، لكن يحبب الأول يا أيها الذين آمنوا بنداء الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على، مش بس انت اول ناس يكتب عليكم، ده في ناس ثانيه سابقت وصامت الايام كما فرض الله عليها. ثم يقول لعلكم تتقون، ثم يقول اياما معدودات بسيطه، يعني شويه ايام معدودات وتنتهي، لا تستصعبوها. كل هذا من السياسه الشرعيه لمجتمع كان هذا افضل مجتمع، ولكن طبعا هناك تاتي مجتمعات اخرى تجادل بعد ذلك، يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المجتمع لا نتوقع ابدا ان هناك مجتمع يقوم من الكفر الى الايمان مره واحده، لا يستحي استحيلات. هذه سنة الله تعالى في كونه. حتى في المناطق أو في مراحل الإيمان العالية كان هناك تدريج، حتى في ما الذين من ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم أرضيتم بالحياة الدنيا. شو كل هذا يعني هذا تدريج في الحكم. الخمر متى حرمت؟ الربا، الربا اللي استمر مع الصحابة نفسهم كانوا يعملون بالربا إلى آخر عهد النبوي، آخر عهد المدني. ثم يأتي بعد ذلك التحريم للعلم الله سبحانه وتعالى ماذا يقع في القلوب، وأن هذه الشعوب بأكملها تحتاج للتدريج، لا يصلح معها الجزر. الجزر هذا شيء غير موجود في أي على الإطلاق، لا في الشريعة ولا في غير الشريعة، فلابد من التدريج. نقول نعم نحن هذا بعد ما اكتمل الوحي نقول الآن بالتدريج، نقول لأننا القصة ليست في اكتمال الوحي، ولكن القصة فينا نحن، نحن كنا على الجادة ثم بعد ذلك جاءنا هذا التغيير أيضا بالتدريج حتى وصلنا إلى الحال المزرية التي نحن فيها. ربما لن نكون نحن سببها حقيقة، كان أجدادنا أو غيرهم إلى آخر ذلك، ولكن في النهاية هذا واقع. نابليون بونابرت عندما جاء قال أنا مسلم مثلا، يعني من باب يعني المداراة، لكن نحن نريد أن نخرج من هذا الواقع مرة واحدة، نقول خلاص المسلمون نطبق الإسلام، وقعنا في الفخ وفعلها غيرنا وانكسر. إذن لابد أن ننظر لهذا الأمر تدريجيا، كل حاكم مسلم له أن يطبق الإسلام الآن بقدر استطاعته في مجتمعه. أنا أقول إن المجتمع التركي عموما، يعني على خلاف هذه نظرة أخرى، المجتمع التركي يصعب الآن تطبيق الشريعة في مرة واحدة، لكن لو في مصر مثلا جاء حاكم فعلا مسلم وقال أنا سأطبق الشريعة، قد يجد هناك أغلبية تؤيده وتنادي بالشريعة الإسلامية، قد يكون، ولكن طبعا هذا غير موجود. لكن في تركيا هذا أمر يعني يصعب جدا، والرجل يعني يعلم الواقع ويستذكر الواقع جيدا في حربه على العلمانية وفي قيامه بالإسلام، ونسأل الله له التوفيق والسداد إن شاء الله.